احنا فين؟ احنا الحمد لله رب العالمين ماشيين كويس، وان كنا بنعاني. عقب مشاركته بالاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد، السيسي يشدد على ان مصر تسير بخطى ثابتة باتجاه مواجهة كل الازمات والمشاكل. القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك، ووزير الدفاع الأمريكي يدعو الدول الحليفة لتقديم أنظمة دفاعية متطورة إلى كييف. زعيم الأغلبية الجمهورية كيفن ماكارثي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمجلس النواب الأمريكي. أسعد الله صباحكم بكل خير، نحييكم مشاهدينا الكرام في مستهل نشرتنا الإخبارية الصباحية التي تأتيكم من قناة النيل الأخبار من القاهرة. من القاهرة نبدأ أيضا، حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب مشاركته في الاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح على أن مصر تسير بخطى ثابتة باتجاه مواجهة كل الأزمات والمشكلات. مع دقات أجراس كنائس المحروسة معلنة الاحتفال مطلع كل عام بذكرى ميلاد نبي الله عيسى، يتجدد التأكيد على أن مصر كانت وستظل موطنا للتسامح والتعايش بين شركاء الوطن ونسيجه الملتحم مسلمين وأقباط. فمن كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي المهنئين لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ولأقباط مصر والعالم بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا وحدة أبناء الوطن في مواجهة كل محاولات بث الفتنة والفرقة وشق الصف. محتاجين دايما نأكد في كل مناسبة إن إحنا واحد، إحنا واحد، إحنا واحد، واحد. مفيش اي شكل من اشكال التفرقه بيننا، ما ينجحش ابدا. اسمعوا كلامي، مش ليه كنت بقول الكلام اللي انا بقوله ده، والله ما بقوله ليه كنت بقوله، لينا كلنا، بقول الكلام ده لينا كلنا، كل الناس. ولأن وحدة صف المصريين هي ركيزة الاستقرار، فإن مصر تمضي بخطى ثابتة في مواجهة كل الأزمات والتحديات، أكد الرئيس. فأنا بقول لكم لا، ما تخافوش لسببين. السبب الأولاني إن ربنا موجود، وهو أعز من الكل وأكبر من الكل، ويقدر يعمل كل حاجة طيبة لينا. طب إحنا نستحق كده؟ بنحاول نبقى نستحق، أدي واحد. اتنين، إحنا كدولة بمسؤوليها حريصين على ان احنا الازمه الكبيره اللي موجوده في العالم ديت تاثيراتها ضخمه جدا. الدنيا هتبقى بعد الازمه الاخيره ديت هتبقى مختلفه عن الدنيا اللي احنا شفناها قبل كده. والازمه الاقتصاديه دي هتاثر في دول كتير لو استمرت الحرب دي السنه دي او اكتر. طب احنا فين؟ احنا الحمد لله رب العالمين ماشيين كويس، وإن كنا بنعاني، يعني بنعاني لكن ما نخافش، ما نقلقش. الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة لكل المصريين، متمنيا أن يحمل العام الجديد كل الخير والأمان لشعب مصر وشعوب العالم كافة. كل سنة وانتم طيبين جميعا، وعيد سعيد عليكم وعلينا كلنا جميعا، ويا رب السنة دي تبقى سنة خير وسلام وأمن ومحبة علينا كلنا، مش بس في مصر، مش بس في مصر، في العالم كله. يا رب يا رب السنة دي تبقى سنة خير وسلام وأمن وأمان ومحبة على الدنيا كلها.
البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تقدم بالشكر للرئيس السيسي مؤكدا أن حرصه على حضور الاحتفال في كل عام بعيد الميلاد المجيد يبعث برسالة طمأنة لكل المصريين. أقدم شكرا خالصا ومن القلب إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومؤسس الجمهورية الجديدة، والذي يؤكد بحضوره المبهج حرصه الدائم على تقديم التهنئة بالعيد وبالعام الجديد وطمأنة جموع المصريين في أي أزمات تأتي على الوطن، ولكن عندما يكون القائد مطمئنا فأننا نطمئن فيه. جموع المحتفلين أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لتهنئة الرئيس متمنين الخير لمصر في العام الجديد. نحب نوجه تهنئة لسيادة الرئيس وللشعب المصري والشعب العربي، نتمنى الخير والسلام للعالم كله، وكل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا العيد بيبقى عيدين، طبعا وجودنا في كاتدرائية ميلاد المسيح ووجود الرئيس معانا ويحتفل معانا، يمكن دي حاجة ما كانتش موجودة على مر التاريخ قبل كده، ان رئيس جمهورية يكون معانا في احتفال او في عيد، كان دايما بيبقى مندوبين عنه، فالاحتفال بيبقى عيد عيدين ان احنا نشوفه. اليوم ده بيمثل حدث تاريخي بيلتقي فيه الشعب المصري اخوة مسيحيين واخوة مسلمين، وده بيقوي الوحدة الوطنية وبيزيد من حب مصر. هي أزمة وهتعدي، الناس تصبر، والأيام اللي جاية حلوة. احنا مرنا بفترات صعبة قبل كده وأزمات كتيرة، وربنا وقف معانا زي ما سيادة الرئيس قال في النهاردة في الاحتفال، قال ربنا موجود. كل سنة حضراتكم طيبين جميعا، وبنشكر سيادة الرئيس على حضوره لينا في القداس دايما، ودي أول مناسبة سعيدة لينا في السنة، وبصراحة بحضوره بيفرحنا جدا، وبنحس قد ايه احنا فعلا يعني عايشين في دولة مواطنين فيها كلنا زي بعض. حقيقي احنا بنكون فخورين وبنحس ان هو واحد مننا، واحد من الشعب، مشاعره فياضة، بيحب الكل، بيحتوي الكل. النهارده بيسلم بحراره على الناس حقيقي ودموعه في عينيه. احنا نفسنا يعني احنا بنحب الرئيس جدا، وارواحنا فعلا فداه وفدا مصر. كانت مصر وستظل منارة للتسامح والتعايش بين كل أبنائها، استمدت قوتها عبر تاريخها من قوة تلاحم نسيجها الوطني مسلمين وأقباط، وبقيت عصية صامدة في وجه كل محاولات بث الفرقة والفتنة بين أبنائها. رسالة هامة من رسائل عدة يعكسها حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على حضور قداس عيد الميلاد المجيد من كل عام وتقديم التهنئة لأقباط مصر والعالم. كل عام وكل أقباط مصر والعالم بخير، كل الخير لكل المصريين. من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة على رشوان، النيل. في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في مدينة رام الله بالضفة الغربية، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ردا على التحرك الفلسطيني بمؤسسات الأمم المتحدة مدانة ومرفوضة، سواء خصم الأموال أو أي إجراءات أخرى. وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري لوقف هذه التهديدات الإسرائيلية المنافية لجميع قرارات الشرعية الدولية، والتي تؤكد أن حكومة الاحتلال المتطرفة تسعى للتصعيد وجر المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، إلى حافة الانفجار. رد فعل متوقع دون شك. حكومة نتنياهو تتوعد باتخاذ خطوات انتقامية ردا على محاولة فلسطينية لإشراك محكمة العدل الدولية في الصراع المستمر منذ عقود. الإجراءات التي قررها مجلس الوزراء الأمني في الحكومة اليمينية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشمل استخدام الأموال الفلسطينية في تعويض ضحايا هجمات المسلحين الفلسطينيين، وفرض تعليق على إنشاءات فلسطينية في بعض المناطق بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن الإجراءات تأتي ردا على قرار السلطة الفلسطينية بشن حرب سياسية وقانونية على إسرائيل.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي إبداء الرأي بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية قبل 55 عاما. واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي المناطق التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم. تتمتع السلطة الفلسطينية بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية بموجب اتفاقات السلام المؤقتة المبرمة في تسعينيات القرن الماضي. ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة تنظر في النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة وإن لم تكن تملك سلطة تنفيذها. مكتب نتنياهو قال إن إسرائيل التي تجمع أموال الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية سوف تستخدم ما يعادل 39 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية لتعويض ضحايا هجمات المسلحين الفلسطينيين، وستقوم أيضا بخصم مبالغ توازي الرواتب التي تدفعها السلطة للفلسطينيين الذين نفذوا الهجمات ولأسرهم. وأضاف المكتب أن تجميد البناء الفلسطيني سيشمل جزءا من الضفة الغربية يسمى المنطقة جيم الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. وفي شأن عربي آخر، قتل 7 جنود على الأقل، كما أصيب 8 آخرون في هجوم جديد لتنظيم القاعدة في محافظة أبيان جنوب اليمن، حيث تخوض قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بالبلاد معركة ضد التنظيم الإرهابي. وقال المتحدث العسكري لقوات المجلس الانتقالي إن الهجوم وقع في منطقة بشرق أبيان أثناء انتشار وحدات أمنية وعسكرية، حيث انفجرت عبوات ناسفة في عربات عسكرية تقل جنودا. يذكر أن هذا هو أول هجوم على قوات الأمن في أبيان منذ بداية العام الجديد، ويأتي في أعقاب هجمات نفذها التنظيم خلال 3 أشهر الماضية بالمحافظة نفسها، مما أودى بحياة عشرات الجنود. إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية بمركز التحكم للقضايا المتعلقة بجرائم الحرب، أعلنت أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي دونيتسك بأكثر من 100 قذيفة خلال الساعات 24 الماضية. ووفقا للبعثة، كانت دونيتسك وغولموفيسكي وباسينو فاتايا تحت مرمى النيران، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، بينما تضرر أحد مرافق البنية التحتية المدنية نتيجة للقصف. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر تعليماته بفرض وقف إطلاق النار على طول خط التماس بأكمله في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد. استمر القصف المدفعي الجمعة في مدينة بخموت التي أصبحت مركز القتال شرقي أوكرانيا وفي أنحاء أخرى من البلاد، رغم بدء سريان وقف إطلاق النار أحادي الجانب الذي أعلنته روسيا لمدة 36 ساعة واعتبرته كييف وقوى غربية مجرد مناورة. ويقول مراسلون إنه بعيد دخول إطلاق النار حيز التنفيذ سمع إطلاق نار من الجانبين الروسي والأوكراني، لكن قوة الضربات كانت أخف مقارنة بالأيام السابقة. أوكرانيا تحدثت عن ضربتين روسيتين على كراماتورسك شرقا استهدفتا مبنى سكني ولم تسفرا عن أي ضحايا. وفي وقت سابق أعلنت عن قصف روسي على خرسون جنوبا وفي منطقة لوغانسك شرقا. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إن مواقعها تعرضت لهجوم في مناطق لوغانسك ودونياسك وزابوريجيا، لكن قواتها ملتزمة بوقف إطلاق النار. كما أفادت السلطات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا عن قصف على مواقعها في دونياسك نفذه الجيش الأوكراني قبل وبعد بدء سريان وقف إطلاق النار. وبالتزامن مع التطورات الميدانية، يتحرك حلفاء كييف الغربيون لتزويدها بالمدرعات التي تحمل
أهمية عسكرية بالغة بالنسبة للجانب الأوكراني. وأعلنت الحكومة الألمانية الجمعة أنها سترسل 40 مدرعة من طراز ماردر إلى الجيش الأوكراني في الربع الأول من عام 2023 في أول إعلان عن عملية تسليم ملموسة لهذا النوع من المعدات. وتعهدت ألمانيا أيضا بتزويد أوكرانيا بمنظومة دفاع جوي من طراز باتريوت. كما أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار في حزمة قال البيت الأبيض إنها ستتضمن مدرعات من طراز برادلي وناقلات جنود مدرعة ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع. تأتي هذه التطورات بينما أعلن عمدة مدينة سيفاستوبول بالقرم الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية فوق المدينة، كما أضاف أن أعياد الميلاد لم توقف محاولات القوات الأوكرانية من استهداف المدينة. ويذكر أن مدينة سيفاستوبول التي تعتبر القاعدة الرئيسة لأسطول البحر الأسود الروسي قد تعرضت لعدة هجمات بالمسيرات، كان آخرها في الرابع من الشهر الحالي بطائرتين مسيرتين تم اعتراضهما. جدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم دعوته للدول الحليفة إلى تقديم أنظمة دفاعية جوية وقدرات إضافية أخرى بهدف مساعدة أوكرانيا للدفاع عن سيادة وسلامة أراضيها. وقال أوستن خلال محادثات هاتفية مع نظيره الأوكراني إن الولايات المتحدة ستقدم حزمة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا لاسترداد أراضيها المحتلة والحفاظ على سيادتها. هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن السيناتور الجمهوري كيفن ماكارثي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب الأمريكي ودعاه إلى الحكم بشكل مسؤول ولصالح الأمريكيين. هذا وقد تعهد رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتخب حديثا كيفن ماكارثي بالعمل على تحقيق اقتصاد قوي لصالح المواطنين الأمريكيين، مؤكدا التزامه تجاه الولايات المتحدة الأمريكية بأكملها وليس أمام الحزب أو الكونغرس فقط. كان زعيم الأغلبية الجمهورية كيفن ماكارثي قد أدى اليوم اليمين الدستورية رئيسا لمجلس النواب الأمريكي بعدما تم انتخابه خلال جولة التصويت 15. تجري الصين محادثات مع شركة فايزر الأمريكية للحصول على ترخيص يسمح لشركات الأدوية المحلية الصينية بتصنيع وتوزيع نسخة من عقار باكسلوفيد المضاد لكوفيد-19 بالإضافة إلى عدد من الفيروسات المنتشرة في الصين، وذلك بعد أن كانت بكين تعارض إلى حد كبير اللقاحات. وتعمل بكين على الانتهاء من بنود اتفاق الترخيص للعقار قبل العام القمري الجديد الذي يبدأ في 22 من يناير الحالي، وذلك بعد أن أظهرت تجربة سريرية أن باكسلوفيد يقلل من دخول المرضى المعرضين لمخاطر عالية بنسبة 90% إلى المستشفيات المختلفة. نفذت إيران حكم إعدام بحق رجلين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات التي أثرتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني. كانت إيران قد شهدت خلال شهر سبتمبر الماضي سلسلة احتجاجات واسعة إثر وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني بعد 3 أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للزي في إيران. ومنذ بداية الاحتجاجات حكم القضاء بالإعدام على 14 شخصا لارتباطهم بالتظاهرات. دعا ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا قادة نقابات بلاده إلى إجراء ما وصفها بمحادثات ناضجة وصريحة الاثنين المقبل لمواجهة سلسلة اضطرابات غير مسبوقة. إذا ما قلناه هو إننا نريد حوارا ناضجا صريحا مع كل قادة الاتحادات والنقابات عما هو مسؤول ومنطقي، ما هو ممكن لبلادنا عندما يتعلق الأمر بالأجور. لهذا دعونا الجميع للمجيء والمشاركة في تلك المحادثات المزمعة يوم الاثنين، وآمل أن تكون محادثات بناءة وأن نجد حلا من خلالها.
مع استمرار فوضى الإضرابات في بريطانيا والتي شملت قطاعات حيوية منها القطاع الصحي والسكك الحديدية، دعت الحكومة النقابات العمالية إلى محادثات لإنهاء أسوأ إضرابات في المملكة المتحدة منذ عقد من الزمن، وتعهدت بأن تكون المحادثات صريحة لإنهاء تلك الأزمة، فيما نددت النقابات برفض الحكومة مناقشة زيادة الأجور لمواجهة التضخم الذي يناهز 11% والتي ردت بأن هناك مطالبات لا يمكن تلبيتها حالياً. وفي مؤشر على إمكانية حلحلة الأوضاع يعتزم الممرضون الذين أطلقوا في ديسمبر أول إضراب في تاريخهم منذ تشكيل نقابتهم قبل أكثر من 100 عام خفض سقف مطالبهم إلى النصف تقريبا من زيادة بنسبة 19% في الأجور إلى 10% فقط. ولا تزال إضرابات قطاع السكك الحديدية تتسبب في اضطرابات كبيرة هذا الأسبوع مع إصرار الشركات الخاصة التي تتولى إدارة الشبكة على مطالبها. وتزامنا مع الدعوة للمحادثات، أعلنت الحكومة البريطانية عن مشروع قانون لتحديد خدمة دنيا في عدة قطاعات حساسة أبرزها الصحة والسكك الحديدية، فضلا عن عناصر الإطفاء وسائقي مركبات الإسعاف. على الجانب الآخر، وجهت النقابات اللوم للحكومة على عدم مبادرتها إلى اقتراح مفاوضات في مرحلة أبكر، واتهمها بالمماطلة عن قصد سعيا لوضع النقابات في خصومة مع البريطانيين. وتزايدت الاضطرابات في بريطانيا احتجاجا على تراجع القوة الشرائية في العديد من القطاعات في الأشهر الماضية، وطالت خصوصا قطاع التمريض ثم سائقي سيارات الإسعاف لينضم إليهم عامل البريد ومشغل الاتصالات في أقصى موجة اضطرابات تشهدها البلاد منذ أكثر من 10 سنوات. قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا عقب قيامه بعقد أول اجتماع لوزرائه 37 بعد 5 أيام على تنصيبه، قال إنه يواجه مهمة صعبة لكنها نبيلة لإعادة بناء البرازيل. لقد أدركنا أن هذا البلد كان يتعرض لتدمير السياسات الاجتماعية والتعليمية والصحية التي كنا نتبناها. سياسات الاستثمار في حكومة أخرى دمرت برامج مثل برنامج للإسكان الاتحادي وأوقفته، ونحن ملتزمون بإعادة بناء هذا البلد. الكل يعلم أنني شغوف بالقضاء على الجوع في هذا البلد، شغوف بضمان وتحسين صحة هذا الشعب. في أول اجتماع لحكومته بعد 5 أيام من تنصيبه، عقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اجتماعا مع حكومته متحدثا عن مهمة صعبة لكنها نبيلة من أجل إعادة بناء البلاد بعد 4 سنوات من حكم بولسونارو. الاجتماع هدف وفق محللين إلى جمع كل أعضاء الحكومة 37 بعد عدة خلافات وتباينات بشأن بعض المواضيع مثل إمكانية الطعن في إصلاح المعاشات التقاعدية الذي صدق في عهد الرئيس السابق بولسونارو. كما نفى مسؤولون شائعات أفادت بعزم الحكومة التدخل مباشرة في سياسة تسعير شركة النفط العامة، إلى جانب تمديد التخفيضات الضريبية التي سرت خلال الأشهر الأخيرة من رئاسة بولسونارو لمدة 2 شهر من أجل تجنب إثارة استياء الشعب مع بداية ولايته رغم رفض وزير المالية. وتبدو مهمة الوزراء الجدد في البرازيل صعبة في بلد منقسم بشدة بعد انتخابات شهدت استقطابا شديدا وأفضت إلى فوز لولا بفارق ضئيل على بولسونارو، خصوصا وأن الاقتصاد البرازيلي لا يزال هشا بعد أزمة كورونا والتضخم. وتعد المشكلات الاقتصادية والصحية أحد أبرز التحديات التي سيواجهها الرئيس لولا دا سيلفا في ظل ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وستزداد التحديات مع وجود مجلس تشريعي يسيطر عليه أنصار الرئيس السابق بولسونارو ليبدو سياق الولاية 3 للرئيس لولا أقل إشراقا مقارنة بما كان عليه خلال ولايتيه السابقتين. وفي ختام النشرة نذكر بأهم ما جاء بها من عناوين للأخبار. احنا فين؟ احنا الحمد لله رب العالمين ماشيين كويس وإن كنا بنعاني.
عقب مشاركته بالاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد، السيسي يشدد على أن مصر تسير بخطى ثابتة باتجاه مواجهة كل الأزمات والمشكلات. القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك، ووزير الدفاع الأمريكي يدعو الدول الحليفة لتقديم أنظمة دفاعية متطورة لكييف. زعيم الأغلبية الجمهورية كيفن ماكارثي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمجلس النواب الأمريكي. هذا كل ما لدينا حتى الساعة. إذا أردتم المزيد من المتابعات الإخبارية يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت nile.eg. إلى اللقاء.